41 عاماً من الشراكة والتعاون والرؤية المنضوية تحت راية واحدة، تحتفل بها دول الخليج العربية في 25 من مايو، تاريخ تأسيس مجلس التعاون الخليجي الذي انطلق عام 1981 بأول قمة عقدت في عاصمة الإمارات أبوظبي. تستضيف الرياض المقر الرسمي للتكتل، غير أن مجلس التعاون الخليجي مؤلف من عضوية 6 دول تطل على الخليج العربي: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، إلى جانب سلطنة عمان ودولتي قطر والكويت. تبلغ مساحة دول مجلس التعاون الخليجي 2,400,000 كيلومتر مربع، توازي 15% من مساحة الدول العربية كلها، ولها شريط ساحلي مشترك يبلغ 2,929 كيلومترا. أما عدد السكان فيبلغ نحو 56 مليون نسمة. تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى عالميا في احتياط النفط، والثانية في احتياط الغاز، وهي أيضا الأولى عالميا في إنتاج النفط. في الاتحاد قوة، كل الأرقام تثبت ذلك، والتجارب الإنسانية أيضا. المسيرة الخليجية مستمرة نحو مستقبل أكثر إشراقا.